بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. وعن جعل هاي إن ميشن وقت عسييو لما أمد الصوماليات قرهان هلدي يقرابة دي وشريف كو شريف عبد النور وكسو تشيدي إنا نوغة تعسييو قيري دا كتميد ساكا وخميس تاريخ دون أي تهي لحدي بيشا تضوات كون ساقال بقول حونو تشيدا لبدا كون يتضوية طوانكا قيري دا كتميد الشريخيني عانكا أها أهد نوغوينا الشيخ شريف عبد النور شريف حسن شريف آدم شريف مقبول ورنتي أها عالم صوماليات أبال وين كلها أمد الصوماليات قيب لباح كقاتي ففينتا دينة إسلام كأه إيا علمك الشرعي كأه براروجين تا أمد الصوماليات قيب وين كجيستي إلهي ميزانك حسناتك هاو سارو شريفك هدان وحير اسكود دو ينام بال تاريخ نولوليت كيسي وحير كا إلهدو مقعيسو واسانو شيغي ورمي السران شريف عبد النور شريف حسن شريف آدم شريف مقبول وحول الشي شريف عبد النور تاريخ دو مركي اهيد كون سقال بقول يا أفرتن يكوغي وحو كل شي ديغانك هادا لو يقان نقب ايريا دا مقالة دا فيق محوان هاي دول كاسو كاسو جيدا اصلاحان وديقا مدن صوالي دو دكتو قلبيتكا كوري اي هادا دولة ايتوبيا اي ماموشو هال كاسو شريفكو اصلاحان كاسو جيدا وكل شيء شريفكو الهي تبارك وتعالى هو نحرسته وحو كتغي سقال عرور تضوق بلود يلبويل أصل كيسو حو كسو جيدا قويس علماء أبيه الله أنحرسته شريف حسن وحو هانين عالم وفقيه وشافعية سيدو كالي أووغي شريف آدم أسونا وحو هانين عالم وفقيه وشافعية قويس هنتي علمي الشرعي عانكو أبي هايين كاسو شريف كاسو جيدا عرورتانا وكتغي هل حاسبو كتغي الله حفظي دمان صوت شريك شيخينا شريف عبد النور الله نحرسته ديغان كا أصلهان وكود الشي أيو قونتا علمي أساسي أيو كاقاتي قرآن كميشو كبرتي كتبتا علمي بلو جيدا هورانا هل كاسو كوقاتي ديغان مدى وحي علمي علي علماء دي مركو لكو الميكد ابنا سيدي علماء دي لغو أقوان جري وحوغو صفري إنو علمي زيادة الرات سدو وحوغو صفري ديغان مدى مركا عانكا كو أحاي مراكيس تواوين علمي قو كو يالين سيدا مقالة دا هرر ديرد او چيكچيغا ايو مركي دنبه كو دنبه ومراكيس واوين علمي كو يالين علمدي الصوماليات يكوان صومالي أهينو أصل كود أوروما أهابا وحلقاسي علمي لغا قادن شري يوكا قاتي دي أن وحكم إذا تلمامو رقي أو علمي كا قاتي وحكم إذا ها نين لديه شري شيخ أحمد بارود و أصل كيس أوروما أها علمي نحو دا أيوكا قاتي وحكم إذا ها علمدي عنك هاي الصوماليات وشريفكو علمي كقاتي نوالالكي أها ولدي شري عبد الله شريف حسن مسألة عدو عنكو أها سيد الله الشيغو ننفقيه الشافعية ولبا أدلو قدن بي علمي فقه الشافعية أيو أها وحكم إذا ها علمدي وشريفكو علمي كقاتي الشيخي عنك أها الله نحرستو علمي بضن الصوماليات نرنتي وحبري شعري جوهر إلهي تبارك وتعالى شندي سحك ورابيو رقب ضنبو علماء وها وكم بدها الشيخ شمحام معلن حسن رقب ضنبو صوصاري
isagana naxwada iyo fiqiga shaaficiga ayuu ka qaatay ee waxa kamid ahaa ragaas oo sheekh shariif abdunuur cilmiga ka qaatay nin isagana caan ahaa oo la dhihi jiray sheekh xasan sheekh xasan macalin sheekh xasan mareexaan baa loo yaqaanay sheekh xasan mareexaan oo isagana runtii rag aada u fara badan oo culimmada soomaaliyeed ka mid ah waxbaray nin caanoo la yaqaano ahaa aqoontiisuna runtii aada u sarreyso cilmiga naxwada iyo culumta shareecada qaybo ka mid uu ka qaatay waxaa ka mid ahaa sheekh ibraahim amaadin sheekh la dhihi jiray oo uu ka dhagaystay minhaajka ama muxuu ahaa minhaajka nawowi fiqiga shaaficiga shariifku marka wuxuu lahaa runtii mashaa'ikh fara badan maraakiis badan oo cilmi oo xilligaa jirtay oo galbeedkaasi caan ku ahaana wax cilmigu ka qaatay markii uu deegaamada cilmigii ka qaatay sidii culimmada lagu aqoon jiray mar kale wuxuu safar u galay inuu caalamulislaami oo inaga baxsan oo deegaamada soomaalida ka baxsan inuu cilmi u raadsado masar ayuu u jihaystay wuxuu sii maray suudaan halkaasi oo ay tareen ka raaceen isagii rag kale suudaan waa gudbay masar buu u gudbay masar markuu tegey shariifka waa la imtixaanay markay imtixaaneen kadibna azhar oo markaasi caan ku ahayd aada u xoog badnayd aqoonteedu waa la imtixaanay kadibna waxay fadhiisiiyeen dugsiga sare galaaska u dambeeya thaalitha thanawiya dhahan bay fadhiisiiyeen hal sanuu dhigtay waa ka gudbay sidaasuu marka ku galay jaamacaddii azhar afar sanuu jaamacadda dhiganayay kadibna wuxuu diyaariyey darajada ka sarreysa muxuu ahay jaamicinimada ama baclarioska oo master magisterin uu ka qaatay jaamacatul azhar wuxuu galay oo ilaa heer jaamacadeed iyo magisteradaba ku qaatay kuliyadda kuliyatu shariica walqaanuun jaamicatul azhar halkaasuu ka soo qalin jabiyey markaa kadib soo noqday soomaaliya uu yimid mar kale wuxuu galay muxuu ahaay sanadkii 1984 jaamacatu dirciya jaamacad la dhihi jiray markii dambena jaamacad malik sacuud la baxday oo sacuudiga ku taala laba sano ayuu dhiganayay macadul a'ima oo raabitat alcaalam islaami raacsan oo maka ku yaala ayuu haddana u wareegay oo iyadana laba sano joogay shariifku meelahaasoo dhan deegaamadaasoo dhan caalamulislaamiga wuxuu u maray aqoon kororsi soomaaliya uu ku soo laabtay markii uu azhar ka yimid soomaaliya oo dalkiisii ahayd deegaankiisii ahayd buu ku soo laabtay kadibna shariifku halkaas ayuu bilaabay inuu ummaddiisii wax u qabto inuu dadka waxbaro wuxuu meelo kala gedisan buu ka soo shaqeeyey macad la dhihi jiray bolotechnico ayuu oo muqdisho ku yaallay ayuu macalin ka noqday sida ii sheegay madbacaddii qaranka ayuu ka soo shaqeeyey kuliyadda la foole ayuu macalinka ahaa muddo dheer ilaa waddanku ka burburayey oo burburkii soomaaliya ka dhacay wuxuu masaajidda muqdisho ayuu in badan oo ka mida duruusaha ka akhrin jiray oo xer badan ay wax kaga akhrisan jirtay iyo ummadda guud ahaanba markii burburkii soomaaliya dhacay shariifku wuxuu ka mid ahaa dadkii soo qaxay kenya ayuu noogu yimid markaas muddo ayuu kenya nala joogay nairobi joogay marka kadibna wuxuu u wareegay magaalada maka oo ilaa muddadaas ilaa hadda uu ku sugnaa ilaa uu saaka ka geeriyoodoo tii ilaahay tabaaraka watacala tii alla ugu timid shariifku maraaxiishaasi ayuu maray runtii muddo dheer buu shariif ku xanuunsanayay si la ogsoon yahay markii lasoo qaxay waa dhaawacmay oo muxuu ahaayey niman oo dhul jiifa oo moriana baa xabad ku dhuftay isagoo gaadhi saaran kadibna waqti kadibna waxaa ku dhuftay dhiikar baa ku dhuftay kadibna shariifku waa jilcay oo iska sii jilcay muddo maka ayuu yaalay xaaladiisuna mar ka dambaysa waa sii jilcahayey ilaahay waxaan rajaynaynaa muddadaa dheer ee shariifku uu xanuunsanayay inuu dembi dhaaf uga dhigo waasaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahayna weydiisanayno shariif cabdinuur calayhi raxmatullah wuxuu ka mid ahaa culimmadii nidaamyadii dowladdii soomaaliya ay xidhay 1968 ayuu mar xabsi galay isagoo asir ka yimid oo jaamacadda ka yimid marka wuxuu ahaa runtii
رجع علماء الصومالية ذا اللي ترصد أيوها وحو عان كنا قضيفة فين تعلمي حديث كا وحو كم ذا صدحنين علماء الصومالية كم ذا أرنتي علمي قدو آدو فافي سامين آدو بلاران نومد الصومالية كويا شيء وحا كم ذا شيخ محمد علي الحسن الله نحرسته رنتي تفسير كيسي ودوبي iyo marxaladii uu ku soo hagaagay iyo nidaamkii shiiciyada ahaa ee hanti wadaaga ahaa ee ilhaadka ku saleysna oo sheekhu ragii culimada ka hortagay uu kamid ahaa ee tafsiirkiisi caanka ah ee saameynta faraha badan lahaa waxa kamid ahaa ee oo ninka labaad uu ahaa sheekh Umar Faaruq Allahu naxariisto oo isagana runtii tafsiirkii uu duubay saameyn fara badan umada Soomaalida ku yeeshay oo meel walba galo guri walba galay شريفكو لبضوضب ووحو كيقيد سنا شريف عبد النور عليه رحمة الله إن دنك حديثك أيو ساقو حوق ساري ساقو علومتك لنا مساهمة لها ونحو ذا إيو علومتك لا إيو عربية ذا إيو سلفيقيك إيو فقهيك أو تخصصك ساها إيو لكن هذا نوحو سيقون إيو حوق ساري علمي حديثك ورنتي ودنك صومالي ذا وقتك اسكو يرا أما قونتي سبا آدو يريد وحو دوبي محو أهاي صحيحينكا إيا الصنانكا إيا أيو دوبي ودان يرادي ومدو آد وقفا إيدي ستا إلا ما أنتنا لقفا إيدي سنيو اللي انتفع سنيو وحن ليه كرارونتي دور وين إيا كالين وين أيو كلها ومدو الصومالية دي برارو قيدة دينيت إسبدل كدعي كالين وين بوشريفك كلها إلهي توارك وتعالى ميزانك حسناتك هو صارو أدون إلهي اللهم أمانه وإلهي با أساق أنك يقان أدوم ديسة سيد النبي قول صلى الله عليه وسلم محو أهاي كليا لكن انتي أنو كأوغين أنو كون قاني مبانو إن شاء الله تعالى حسني وحي إلهي تبارك وتعالى وناك بدن رنتي وأوقف لنا وانا أقر رجيننا وحنكو أقاني شريفك وشيخ نجي أها وحن كو أقان رنتي دلقات فر بدن وحول هانشري صبر بدن وحن كو أقاني إنو آدو نعبانشري اسكو لعدعه إيو حتى اسنق دينتا اسرد دينتا موسن شعلانشرين وحن حصص ده هده كهر أياه قول يوه وداداد الصومالية تكمدا أياه الشيخي رأي من هذا الشيخ مقبل ابن هادي الوادع عليه رحمة الله للمحدث وها أي ور خلدن أي وحي أقود بيان شريف عبد النور كدبنا هذا الحوغا يرى أذك وأن مناسبة هين أي شريف كويري وحان حصوصة شريف كوركاسي مركو صوب حيو آل لي سولة دحمري أي وحا لغويري ودد قاركوت كويري عدن شريف ما تكتش وابتد وحو شريف كو يري محو أهاي كتش وابي مايو مالين كلي لاذا هاي هذا محوها هاي أنا إسكو مشغولين مايو إسكو مرسو مشغولين كرين قار بدنو الصومالي ذا كم يدو حتى محوها هاي من مركز قار كود قابا مناسبة هين ولد رقم الشريف كان قرنا يايو وصن ضم بدن كجلين موسن شعلان كرين رد جاي إسكو قبس جاي موسن شعلين عليك رحمة الله وشعلان كرين ومضن لإسكو وضو لإسوسو تشيدو وحو آدو شعلان أنكو أقاني إني دين تفافتو ودين تميل كستقشو وقال الله سوى إسلاميو ودين تلقارسيو حتى وحو ليه فتوى أن محوة هاي لن يرضى في صوماليه دي نيروبي يكين يتشوكته أيوها دكور وحو كلته ليه دومر كان أن صوماليه دا أهيني أفريكان كا قرسده سيا دين تقو قارسيسان ومساهرة دا إيو اللي حديد تنقدد كإن للا حديد دا يوحيالها دين تقو في داي كمتاه وحي كمتا هاي تلوين كي شريفكو رحمه الله تعالى وبحين شري أي كمتا هاي أقونتي سا رنتي وحن كو قياسة يا رق فربضان وعالم الإسلامي كم ذا وآد لو يقهنو وعالم الإسلامي عان كاه إنو شريف كوسن كا أقون ليدنين لكن مجتمع وكرد الشيبا وحيهين مجتمع الصوماليات سيداس دلاديت وحن ليا هاي شريف كو أبال بضان برنتي نقول ليا هاي مدى الصوماليات كو ليا هاي وانين وحكا برتي نين كتبتي سي أي قاردي نين ميد كتبتي ساسي ديغيستي وحسي براي او اسي قدبيي ابال بدن بورنتي كولي إلا يمانتا ايا كتبتو دوبي لديغيستان ايا يو حاديستي او دوبي ومدلحي دا ايطالة إلا ميزانك حسناتك هو سارو وحان رنتي آد اولي يابي تشري
مركن دمبو حنون صدي وشريف كي أدو تشلعي أيان حلقة حجك إيا عمرضة أيان سيارين شرني وحان أوايي إنتان أتغي حلي إساقو آد أجل أسانو سرير تبصارون وسرير تكو أرور صدي هادانا مركان أتغنو أما كتابا أكلا فوران أما دور كتابا أكلا فوران مسألو باريا كتابو مطالع عينيا مسألو تحقيقينيا آد بو أجل مطالع عدا إيو كتوبة أخر سكيادة إيو علمي كورسيق إيو آد بو أجل عنانشير مركان قاركود حتى وحدار كيسا رسالة ير أو نين معاصرة أو قري أو مسألة كهالليسة أتسليها ذهيبة وإسكعد ذهيبة أسوقو شريوكو مطالعين يا داركي سامرو كيقاركود مركا رنتي حدونا يا إنان فرين هلغن أوقود بي أمد الصومالية تعسيه دا كدب مقصود كأن هذا ومحوة هاي هذا الكن أن يعني فرقان هذا أن كلمة أوقود بينا يعني أجدد دو وحوي وحي أو سميي يعمل كيسي إلهي ميزان كيسي تالا إلهي بان تبارك وتعالى حساب أنا أقول الرجب بدون باقبنا إن إلهي تبارك وتعالى أنا حريصا أنا دم بالعافي وأنا أرجين إن محمد هاي مؤمنين تو أمر خاتي ذي إلهي تبارك وتعالى أقول كتشوقي وناقي خير بان كنا قاني أنت أن دون يا إنا قد بي وشدد إن مهم كان أي تا وحوي ومدى الصوماليات وحن دون يا إنا لنا هذا شريف كا هلوس ودعيو إلهي هلوس وبريو دعاء المؤمنين تي بريضة مسلمين تو مقبول روح مسلمة روح كسته مسلمة أو جيريودي باللود دعية علم هذا ومدى أبالك كله كعنت كله دلالك كله نوي كسي حك شرتايو أيده والد أو كلوي سداس درادد عيد كسته فرينت ياسي قارنه أما شريف كجيري دي سبا كور هلا إن شاء الله تعالى شريف كهلوس ودعيو إلهي نتبارك وتعالى وحلينه الله ونحرسته إلهنا الله نتبارك وتعالى هو دم دافو الله تبارك وتعالى درجتي سا صديقين تا يشهد دا يصالحين تا الله هليشيو إلهي جندي سفر دوس هجيو قبرك يفتن كيس يمتحن كيس الله كبد باديو علم دي عاملين تاها عنك ها سلف كا يصحاب دي الله هليشيو إلهنا تبارك وتعالى انتو كتري الله حفظيو صبر خير قلبا الله وافتشيو الله تبارك وتعالى بدل خير قبها السيو إنجنا إلهي تبارك وتعالى علم هذا جريدة وضوحه وكعلوستها جريدة أمضى كلا أم أشخاص تكلا وكعلوستها وحين التلمام يسارون تي علم هذا دمات كودين علم هذا دمادان أو مد أبحان وحين التلمام يسار أنتي النبي وكورم يسلوات ربي وسلام عليه إلهي علم جم قاضه وضدك قلوب توضك كمسيبه لكن علم جوح وكوق هذا إني علم هذا أودله وعلم هذا دمادان علم جينا أن لجربين بدل كودي مركا إني صوفريستان وبوس كودي صوفريستان دادا أنا قول لهينو شاتيكي علمات قبه كدبنا أي دينتي كفتوضان ومدي أي خريبان أيقونا اللومان ومدنا اللوميان مركا جيريدا علمات وإنذار ودقنين وأنا حالد عليس كيادا له إلهي تبارك وتعالى ومد بدل خير قبه الله أقو بدلو علمات إنت النول الله إنو حفظيو إنت جيريو تاني الله نحرستو فرين تاسي ينشع ليستينا لذن الله وداغو يتعسي داس أدبض مهات سنتهين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.